فينا هي الاسعافات اول. واش هاد لابيلون جايه صندوق ما فيها حتى حاجه؟ فيها يا قالنا الله يرحمه وبدا تيهضر ديريكت مع الناس الوقايه المدنيه باش يقول لهم بما انتم ما درتوش خدمتكم كما. السلام عليكم متابعينا الاعزاء، متابعين صوت العداله، احنا مازال مع اسره المرحوم اللي توفى هو من بعد الفرحه ديال الفوز ديال المنتخب الوطني على نظيره الكندي، لكن بعض تفاصيل الناس ما كيعرفوهاش. سيد فعلا توفى، لكن كان واحد الاهمال اللي بزاف الناس راه ما عارفينوش. احنا الان مع الاخ ديال الزوجه ديال المرحوم الله يرحمه ويوسيه برحمه الله. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك معنا على صوت العداله خويا. مرحبا بجنه ومعالي. قول لي خويا بعد العلاقه اللي كانت كتجمعك مع المرحوم. يعني على اكثر من خويا، يعني الاخ ديالي انا عندي ثلاثه الخوت وانما هو اكثر منهم، حيث هو يعني كان متفاهم، كان متسامح، كان معاون، وتنشوفه بخلال يعني تخدم على وليداته ومتهلي في الاخت يعني ديالي. ما عمرك تشوف منه العيب بهذا المعنى؟ والو العيب ما كاينش، ما تسمعوش ولو تسبوا كاع، يقول لك هو الله يرحم الوالدين ويمشي في حاله. الخير كيجي منه هو. واحد الانسان المتسامح. هاد الشهاده هذه راه غتنفعو امام الله، الله يرحمه ويسعده. نعم، اذا كما عرفوا المتابعين او الراي العام، عرف ان السيد كان كيتفرج في كوره ملي سالوب او تشجيع جاتو بحال كريز توفى، ولكن ما عارفش باللي راه كان واحد الاهمال تما وواحد التقصير. كان يعني اللحظه اللي طاح فيها وعيطوا الناس لابيلونس، حيت انايا ما كنتش في هذيك اللحظه. عيطوا الوقايه المدنيه. الوقايه المدنيه. يعني حنا تنقولوا لابيلونس. عيطوا له، عيطوا الوقايه المدنيه وباش ينقذوه بواحد الصوره، حيت جا كريز بقوه الفرحه. دابا هو طاح في الزنقه ياك، طاح برا، طاح في الزنقه شارع مولاي اسماعيل حدا القنطره بالضبط. تمايا واحد بلا ما نقولوا السميه، واحد القهوه شدينا منها الماء، كان تيهضر معنا، كان تيتكلم. جات لافيلونس. شحال الوقت باش جات لافيلونس؟ الوقت اللي جات فيه لافيلونس تقريبا مع 6 ونص حتى ل 8 الارب. ورعدنا تما واحد الساعه والزايد. يعني تعطلات بواحد المستوى يعني كثير بزاف. مع العلم انها قريبه تما. قريب، هذا هو اللي كاين، هذا هو النقطه اللي بغيت نقول لك اخويا، يعني قريب وهو ما جاتش. وزيدوا على ذلك سنهضروا على كريز يعني خصها تدخل مستعجل. يعني الكريز في القلب خصو يكون اول حاجه الاسعافات الاوليه. تدخل مستعجل والاسعافات الاوليه. فين هي الاسعافات الاوليه؟ واش هاد لابيلونس جايه صندوق؟ ما فيها حتى حاجه. ما فيها حتى حاجه، ما داروا له حتى حاجه. هزوا الدواء الطبيب، هزوا لابيلونس الطبيب. فاش دخلوا الطبيب قالوا له، قال لهم الطبيب دليل حنا باش نفهموا بما كاينه شي حاجه. يعني هي قالنا الله يرحمه وبدا تيهضر ديريكت مع الناس الوقايه المدنيه باش يقول لهم بما انتم ما درتوش خدمتكم كما. تيغوت عليهم وكاع سبهم. هذاك الطبيب اللي كان تما الله يرحم له الوالدين دار الضو ديالو، ونتمنوا من الله انه يكون كتب بهم شي تقرير. تنطلب من الله، علاش؟ حيت هذاك الانسان اللي شاف راس اختي، يعني تنقد نقول بالنظره ديالو هو مؤمن، واخا هو طبيب وتيدير الدور ديالو، وانما مؤمن. كاينه شي حاجه اللي تتحركنا حنايا كمغاربه، هي الحب. هذاك الحس المهني عنده هي الحب. حتى الحس المهني الحب، وخصنا نكونوا حنايا يعني ولو انسان تيدير خدمته خصو يكون عنده حب ديال الوطن بما عنده. هو محطوط في واحد الواجهه ديال مستعجلات، يعني تيجي اي انسان باي طريقه، فهمتيني؟ باي طريقه تيجي. وتنقول الناس المسؤولين وهاد الناس هادو اللي تيسهروا على هاد القطاعات المباشره مع المواطنين، اي حاجه يبقاو يدخلوا في واحد السرعه، حيت راه مهم التدخل ديالهم في واحد السرعه. دابا شوف، المسؤولين د بلادنا ولا سيدنا الله ينصرو ياما تيوجهوا رسائل لهاد الناس، لكن ما بغاوش يحشموا. اذا شنو خاص؟ ربط المسؤوليه بمحاسبه. ربط المسؤوليه بمحاسبه، ومن هنا نبداو ان شاء الله بهاد الناس هادو. ما كرهناش صراحه، انا ماشي كنبغي خدمه في شي واحد اولا شي حاجه، ولكن راه السيد توفى، كاين انا تفتح تحقيق في هذا الشيء. كاين اهمال. كاين اهمال، وانا تنقول هذيك الاسعاف، هذيك لابيلونس اللي جاتو في هذيك اللحظه تنرد لها اللومه، حيت هي اللي ما دارتش الدور ديالها مهم. اما حتى الطبيب هذا الدور ديالو وصلوا السيد ميت، يعني ما عنده ما يساعدو. علاش؟ حيت كريز، وكريز تنهضروا على كريز في القلب. يعني خصو تكون اول حاجه تدخل.
وخص تدخل مستعجل. تدخل نعم. ايوا الله الله يتجاوز علينا والله يرحمه. امين يا رب. والله وتنتمنى من الميساج يوصل لهاد الناس هادو اللي مسؤولين وتيكونوا هما صاهرين على هاد الشيء هذا. تنحاول ما امكن يوصل لهم هاد الميساج هذا وياخذوا بعين الاعتبار. وعاش الملك عاش الملك عاش الملك. اذا المتابعين الاعزاء هنا غنكونوا وصلنا لنهايه هذه الحلقه، وكما انه مطلوب من المسؤولين ارجوكم ديروا غير العمل ديالكم كما يجب. فهو السيد توفى اكيد الناس عرفوا، لان الاعلام اللي جا خدم هذه المواد ما سوش التفاصيل، اكثريه تيقولوا السيد مات وكيتفرج كره، ما عرفوش التفاصيل. راه كاين اسباب اللي منهم الاهمال ديال الاسعاف. نتمنوا من الله انه هذا الشيء ما يبقاش نسمعوا. راه حنا في 2022 وداخلين في 2023، لا يعقل اننا باقي لومبيلونس ما تجيش في الوقت، هذا شيء عيب وعار. اذا متابعينا الاعزاء وصلنا لنهايه هذه الحلقه، وكان معكم ربيع الدحاني.